أناقة المشاهير، وراح نتكلم عن إطلالة فيكتوريا بيكهام وزوجها بأحدث إطلالاتهم. كانت إطلالاتهم جميلة وأنيقة وأيضا متناغمة، ومثل ما شفنا بأول صورة ارتدت فستان بلون الكريمي، كان حلو أنه الفستان طويل ذا بروحة، وأيضا على الجنب عدة دوائر وبنهايته وردة صغيرة. لصقت هذا الفستان مثل ما نشوف مع حقيبة باللون الأسود وبها سلاسل باللون الذهبي مع حذاء جينز كعب عالي، وأيضا ارتدت نظارة سوداء كلش كبيرة اللي نعرف دائما ستايلها يكون ترندي. أما زوجها فلبس قاط من اللينن بلون البيج، وكانت إطلالته جدا عملية ومريحة وتحسيها ترندي وعلى الموضة. فعلا مثل ما قلتي ميسم، فيكتوريا بيكهام معروفة من وقت ما كانت فنانة مغنية، وحتى لما صارت مصممة أزياء ذوقها جدا عالي في اختيار الملابس، ودائما هي وزوجها ديفيد بيكهام يحبون أنه يختارون إطلالات متناغمة وكلش راهمة على بعض مثل ما يقولون. أما الإطلالة اللي أنا راح أتكلم عنها فهي إطلالتهم على السجادة الحمراء بفستان باللون الرمادي، ارتدته فيكتوريا بيكهام بحزام أسود جلد على الخصر. الفستان كان بشكل مجسم أو كورسيه من الأعلى وطويل إلى الأسفل ماكسي دريس. نسقت وياه تسريحة الشعر المرفوعة اللي هي مشهورة بها ومكياج ترابي. أما عن ديفيد بيكهام فارتدى بدلة سوداء رسمية كلاسيكية. حلوة تنسيقاتكم بنات، وفعلا الثنائي جدا راقين باختياراتهم. أما التنسيق اللي حابة أتكلم عنه فهو تنسيق جدا حلو وكلاسيكي بامتياز. أطلت علينا فيكتوريا بسوت كامل باللون الأبيض، جدا كلاسيكي وراقي ومناسب شخصيتها. السترة طويلة وعريضة بنفس الوقت باللون الأبيض، الأبيض مايل على كريمي، والبنطرون أيضا من النوع العريض، ونسقتها مع كلاتش باللون الأسود، فكان التنسيق جدا حلو ورسمي. أما زوجها فأطلع علينا أيضا بطلة كلاسيكية بامتياز، ارتدى أيضا بدلة رسمية باللون الكحلي مع قميص باللون الأبيض وأيضا ربطة العنق باللون الكحلي، فكانت الإطلالة جدا كلاسيكية لكن جدا راقية.